مرحبا فيكم حبايبي برج القوس خلينا نشوف شو مخبيتلنا باختصار يعني خلينا نقول عناوين عريضة إن شاء الله الورق يكون حلو والطاقة تكون إيجابية خلينا نشوف طاقة برج القوس كيف عم تكون هاي الفترة عم تكون عزيزي في عندك شوية صراع ما بين القلب والعقل كتير عم بتعيش صراعات او تفكير او اتخاذ موضوع معين فكأنه القلب والعقل عم يعني بتناقشوا وعم بيكون في صراع مش قادر تاخد هذا الموضوع او مش قادر تاخد قرار في هذا الموضوع قلبك في جهة وعقلك في جهة ثانيه عم بشوفك بتحقق يعني بتحط حجر الاساس لمشروع معين لعلاقه معينه المهم انه بدايه جديده لموضوع معين ممكن ينكشف بالاوراق ف يعني عم بتحط اساس اساس خلينا نقول مثمر هذا الموضوع مثمر انا شايفيته شايفتك كتير مسيطر هاي الفترة وعم بتتبدل الادوار ما بينك وبين الحبيب على يعني وجه الخصوص بشكل عام لبرج القوس عزيزي للاسف يعني انا دايما بحب اقرا الكروت الايجابية بس في كروت سلبية بتطلع لحالها يعني فخلينا نقول في طاقة سلبية في امرأة عم تعملك شغلة غلط شغلة يعني عمل او ما بعرف سحر او شيء مثل هيك في عنا علاقة ثالثة ظاهرة في الموضوع وعم بيكون في حسد منها من هاي العلاقة الثالثة او العلاقة الثلاثية في شخص ثالث داخل على الموضوع ممكن ما يكون يعني طرف ثالث ممكن يكون اي يعني شيء او شخص داخل في العلاقة شايفة انه رح يكون الشريك او ممكن يكون للناس السناقل ممكن يكون شخص الجديد او فارس الاحلام انا شايفة مواصف يعني مواصفات فارس الاحلام وحتى لو كنتوا منفصلين فهو نفس الشخص فارس الاحلام عم بشوفه يعني جاي بعرض بشي معين يعني جاي والفرحه على وشه ولكن انت راح يكون في عندك بعض الصراعات الداخليه من هاي العلاقه وبعض التشويش يعني اوكي يعني فرحان راح تكون بالرجوع وكذا بس بنفس الوقت خايف انه المشاكل تتكرر وخايف انه العلاقة ما تكون مثمرة او ما تكون لها يعني لها نهاية حلوة او خايف اكتر اشي من الشريك هذا الشخص نفسه هذا الشخص اللي مبين بالصورة فالباين انه انت في عندك صراعات بينك وبين حالك انك هل تعطي هذا الشخص فرصة او لا والباين انك انت رح تعطيه ولكن بتوجس بخوف معين رح يكون في عندك خوف شوي من هذا الشخص لكن سرعان ما هذا الخوف يتبدل ويصير سعاده انا شايفه في سعاده في الموضوع في توازن في نصر عم بتحققه على هذا الشخص او على الشخص الثالث لأنه شايفتك مبسوط وطاقتك يعني نارية عم بتكون كتير مشاعرك نارية تجاه هذا الشخص أنت عن جد بتحبه ولكن عم بتفكر شوي بلشت تفكر بعقلك شوي أكثر من قلبك بهاي الفترة والقوس يعني معروف بفكر بقلبه بعقله يعني بذات الوقت فرد مرة بس بهاي الفترة أكثر رح تكون صارم مع الشريك رح تكون مبسوط بس بنفس الوقت صارم مع الشريك رح تغير معاملتك معه عن سابق عهدك أول شيء كنت بتعامله بطريقه يعني حنونه زياده كنت عم تعطي زياده في العلاقه شايفيتك هلا هل لا عم تتغير توجهاتك عم يتغير تفكيرك عم بتكون حاط اجر على اجر والشريك هو اللي عم بيقدم تنازلات فشايفه نصر وكروت حلوه لبرج القوس شايفه على الاغلب في عندكم سفر أو اجراءات سفر ممكن تكون بالشهر الأخير من السنة آه لكن عم بشوفك عم بت يعني عم بتظبط الأمور وعم بتحطر حالك لهاي الخطوة آه التأشيرة أو الخبر السار عن السفر رح يجيك خلال الثلاث أشهر لكن السفر نفسه ممكن يكون في آخر شهر من السنة على الأغلب آه العمل شايفيتك في آه شوي نقص في المادة في الفترة الجاي ولكن بنفس الوقت آه انتصارات ويعني آه علو مرتبة آه لكن المادة أنا شايفيتها نفس الشيء ما عم تتغير فهذا الشيء شوي عم بدايقك آه عم بخليك آه نوعا ما آه زي ما قلنا زي ما قلنا هون انه آه تحط حجر اساس لمشروع جديد فممكن انه تكون بسبب يعني الماده محدوده او كذا تبلش بمشروع اضافي وهذا المشروع ماشي على خير وفتره حلوه كثير انك تبلش بهذا المشروع بشهر تسعة يعني بالشهر الثاني ف وعم بشوفك مسيطر في هذا المشروع عم بتكون مشهور في مجالك أو بالمجال الجديد اللي دخلته بالمشروع اللي عملته فعم تجني أرباح عم ما بعرف عم يعني تحصل على شهرة معينة في المجال اللي انت فيه هذا أكتر إشي بالنسبة للطاقات ترابية, ترابية، نارية في كل قراءة لازم النارية تكون موجودة ما بعرف ليش في عنا ترابية نارية مائية هذا اكثر شيء اه موجود وبرج الحمل موجود عندنا برج الحوت برج السرطان هدول اكثر ابراج موجوده اه خلينا نشوف بالعقل الباطن شو في عندك يا عزيزي اه في موضوع موضوعين عم بيكونوا يعني مركز تفكيرك عليهم أه بدك تحققهم بنفس الوقت ولكن انا بقول بهاي الفتره الثلاث اشهر رح تحقق واحد منهم بس أه لنهايه السنه بتكون حققت الموضوع الثاني انا ما بعرف شو هم المواضيع لكن أه يعني هذا اللي ببين من الورق أه مبين انه انت يعني بالفتره الجاي زي ما بيقولوا التراب بتمسكه بقلب ذهب فاستغل هاي الفترة في عندك فترة من الأبندنس فترة من الـ 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 يعني في عندك حظ وفير كتير بهدول الثلاث أشهر فحاول على قد ما تقدر تشتغل فيهم أو تعمل مشروع جديد اللي أنت بتفكر فيه اللي قلنا عنه هون ممكن تعمله في هاي الفترة فترة كتير مناسبة لهذا الموضوع نشوف أوراكلس Forgiveness هون قلنا انت في صراع انك تعطي التسامح او لا انك تسامح فهون بقول لك انه سامح 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 يا برج القوس ان شاء الله تكون اخر مره يعني ما يكررها الحبيب او ماجيك ماجيك رح تكون جذاب جدا يا برج القوس بالفترة الجاي رح تكون جذاب للجنس الآخر بشكل كبير جدا إذا كنت رجل وإذا كنت امرأة فهذا السحر رح يجذب لك السول ميت تبعك إما القديم أو للأشخاص السناقل الشخص الجديد في حياتهم أو السول ميت اللي لسه ما ظهر في حياتهم ممكن جدا انه يظهر بهاي الفترة نشوف الرومانس اها بيقولنا عن الحبيب آه في اخبار آه انه بما معناه في اخبار وصلتك آه عن الحبيب آه كلها خاطئة او آه سيتم توضيحها في آه بالفترة الجاي في توضيحات كتير رح تسمعها من الشريك نفسه من صاحب الموضوع مش من اشخاص آه اخرى فشي حلو أه بقولك لك هون شفنا فيه صراعات وكثير وأنه العقل والقلب وكذا بقولك لك دو وات فيلز رايت اعمل اللي انت حاسه وكأنه بحكي لك شغل هاي المرة شغل قلبك شغل قلبك وشو انت بتحس بيكون هو الصح عم بشوفك بتعمل مديتيشن عم بشوفك بتعمل صلوات كتير بالفتره الجاي بقول لك جو ديب اتعمق كتير بنفسك روح للروتس روح للجذور اكتشف جذورك انت تفكيرك انت انت شو بدك يعني اتعمق في تفكيرك اعرف شو بدك بالضبط لاني انا يعني شايفتك هون كمان في هذا الكرت كتير محتار وكتير يعني ما عم تعرف يعني تتصرف او تاخذ قرار فاقول لك فبيحكي لك انه جو روح بالعمق في نفسك وفكر على رواء فاعطي حالك فرصه بالتفكير لانه قرارك رح يعني ينعكس عليك لفتره طويله فكون متاكد من هذا القرار نشوف الشاكرا كاردز لانه شفت في عندك طاقات سحر او حسد او كذا فخلينا نطمن نشوف او زي ما توقعت في عندك الهارت شاكرا ممكن تكون فيها مشكلة يا عزيزي من خي... يعني بسبب هذا الموضوع اللي قلنا عنه قبل شوي فدير بالك اعمل استشفاء ظبط اه امورك وبقولك لك بعديها رح تكون في بدايات جديدة وحصاد للي انت تعبت عليه ف يعني الامور رح تتحسن شوي شوي مش فجأة فكون صبور بيقول الكروت انه كون آه صبور آه بيقول لك هون انه آه الموضوع قد ما كان كبير قد ما كان آه صعب فانت قادر انك تعمله بالفترة آه الجاي في رح يكون عندك عناية الهية او آه مثل آه مثل هيك شيء عناية من الملائكة فلا روح يعني ما ما يعني ما تاخذ خطوه للخلف بالعكس روح خطوات للامام وخليك جريء هون بيقول لك انه رح تتعرف الفتره الجاي على اصدقاء جدد بقولك دير بالك من أشخاص منهم يعني الأشخاص الجديدة في حياتك يا برج القوس بالفترة الجاي كون متأكد من هدول الأشخاص ما تدخل أي شخص على حياتك وخاصة من الجنس الآخر ما تدخل أي شخص بدون ما تتأكد مئة بالمئة منه شايفة شخص شوي غريب عن ثقافتك إذا كانت مواصفاته هذا الشخص غريب عن ثقافتك شوي او الديانه غير او العادات غير بلد تاني عم بشوفك عم تتأذى من هذا الشخص هذا الشخص جديد مش قديم جديد راح يدخل حياتك بالفتره الجاي فما تسمح لهذا الشخص اذا كان في هذه المواصفات انه ياخذ حجم اكبر من حجمه لانه رح يكون في ضرر من ناحيته فدير بالك من هذا الموضوع بقولك على قد ما رح تفتح قلبك على قد ما رح تاخذ حب وهذا الحب بيقول لك شاركه مع الناس اللي حواليك ما تحتفظ فيه لحالك أه اذا كنت عندك مشاعر اعمل شيرينج مع التانيين مع اللي حواليك مع اولادك أه بالنسبه للاولاد كمان أه نسيت احكي بالكروت أه برج القوس عم بيكون شوي مهمل بالفتره الماضيه أه من ناحيه الاولاد ولكن بش بفت ب يعني بشكل عام بالفتره الجاي شايفيته مع الشريك ومع الاولاد رح يكون في مثل هدنة مثل صداقة مثل إعادة ترميم للعلاقات إذا لبرج القوس ورق حلو حبايبي بشوفكم بالفيديو الجاي